السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة حلويات السلام. لا فيديو جديد بإذن الله. كنتمنى كيف العادة ينال الإعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا غادي ندير معكم مسمن معمر. خليكم مع طريقة التحضير. مسمن اللي غادي نحتاجو فيه جوج زلايف ديال الفرش، زلافة تاع الفينو، وأكيد معلقة صغيرة تاع الملحة، ومعلقة صغيرة تاع السكر سنيدة. وغادي نخلطوا العناصر كامله ونديروا كاس تاع الحليب، واكيد كنكملوا بالماء العجن. هنايا غادي نعجن العجينه ديالي مزيان، يعني غادي نجمع الخليط كل شيء، يعني حتى نتحصل على واحد العجينه اللي هي متماسكه، ما هي قاصحه وما هي رطبه. كما كتشوفوا انا راه ما عجنتها ما حتى حاجه، يعني ما دلكتهاش، غير جمعتها فقط ودرت ليها البابي سيلوفان. هكايا غادي ننتقلوا للحشو. الحشو اللي غادي نحتاجو فيه واحد ربعة البصلات صغارين اللي يعني ضربتهم مزيان، شلطتهم مزيان، واكيد جوج فلافل توما اللي توما راه شلطتهم مزيان، والقزبر والمعدنوس حساب جوج معالق. اكيد غادي نحتاجو التحميره والبزار والملحه وهذا والخرقوم عواد. اكيد اللي بغى يدير حتى الخرقوم الاخر يديرو. هنايا انا ما درتوش، غادي نخلط الحشو ديالي مزيان. هنا درت غير شويه الزيت لحقاش غادي مازال ندير في الاخير الشحمه. كما كتشوفوا بعد ما طابت الحشوه ديالي غادي نزيد ليها الشحمه في الاخير، وغادي نحركها مزيان حتى كطيب، يعني حتى كدوب ديك الشحمه. هنايا كما غادي تشوفوا اكيد في الاخير غادي نزيد واحد المعلقه تاع الكمون اللي هي ضروريه الاخوات في هذا، يعني في المسمن ديال الشحمه، ومعلقه ديال الهريسه اللي كتكون اختياريه. هنا غادي نمشيو ننتقلوا نشوفوا العجينه ديالنا بعد ما يعني استرحت مزيان. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، هذا يعني كان نشكلوها ثاني على شكل كره اخرى هكا باش غير يعني ترخى شويه اكثر من اللي كان. كما كتشوفوا العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل. غادي ندهن القصريه ديالي بشويه ديال زيت المائده، وغادي نقطع المسمن على هذا الشكل كما كتشوفوا كويرات اللي هما يعني ما هما صغارين ما هما كبارين، باش يعطيونا الحجم تاع المسمن اللي بغيت. هنا نتوما كتحكموا في الحجم بكل تاكيد، يعني بغيتوه صغير ولا بغيتوه كبير نتوما اللي كتحكموا في الحجم. غير نصيحه فقط، يعني من الاحسن تصغروا الكويرات لحقاش المسمن ديجا كيتورق وكيتلق معنا. هنايا كما كتشوفوا غادي نقطعوا كامل الكويرات ونتلاقاو باذن الله. هنا بعد ما ساليت كامل الكويرات غادي نغطيه ببلاستيك غذائي اللي هو ضروري الاخوات، يعني ولا شي بلاستيكه اخرى، يعني ضروري مهم تغطى ببلاستيكه كي باش ما تقصحش معكم العجينه. هنايا انا كما كتشوفوا راه ديجا بديت، غير بغيت نوريكم الطريقه ديال التوراق ديالو. كنطلقوا العجينه على هذا الشكل هذا على طريقه المسمن العادي، وكنديروا شويه ديال الزيت المائده. انا زيت المائده ضروري ما تذوبوا هنايا معها في التوراق، شويه ديال الزبده، يعني تقريبا معلقه كبيره تاع الزبده كتذوبوها كتخلطوها مع الزيت في هذه المرحله هذه. كما كتشوفوا عمرت المسمنه ديالي على الطريقه المسمن العادي، وغادي نطلق المسمنه الثانيه. كما كتلاحظوا العجينه ديالي كتجيني ساهله جدا، يعني كتعطي الطوع سيختو ملي كتكون كتخليها حتى كترتاح مزيان مزيان. هنا لحقاش العجينه ما فيهاش الخميره، من الاحسن تعجن هذه العجينه بكري وتبقى محطوطه هكايا، ما غاداش تعذبنا في الخدمه ديالها. هنا كما كتشوفوا غادي نستمر بهذه الطريقه، يعني الطريقه العاديه تاع المسمن ديالنا. وكما كتشوفوا انا ديجا خدمت، يعني كملت كاع الكويرات اللي عندي، غير بغيت نوريكم الطريقه ديال التوراق. كما كتلاحظوا هنا بعد ما ورقت العجينه ديالي غادي ندير الحشو. لحقاش المسمنه الاولى كتكون عامره بزاف، هذه المسمنه الثانيه لا. كما كتشوفوها نتوما غادي نحط المسمنه في الاولى اللي حطيت في الفوق، وغادي ندورها وغادي نطويها على هذا الشكل هذا. هانتوما كتجي هكايا، وكاكيد غادي يعني غادي نحيدوها نديروها يعني باش ما نتلفوش بين المسمنات الاولين والمسمنات التاليين. هنايا كيما غادي تشاهدوا غادي نعاود معكم الطريقه باش تشوفوا وتفهموها مزيان. Thank you.
مساليت كامل المسمن ديالي يعني شكلته على شكل مسمنات. هنايا غادي ننتقلوا اكيد باش نقرصوه ونطيبوه كما كتشوفوا في البلاصه، يعني ما خصناش نخليوه هنايا مده طويله هكايا ملي كنشكلوا على هذا الشكل، حيتاش غادي تبقى القشره يعني عفوا تبقى المسمن يدينا هذيك القشره الفوقانيه. هنايا المقله اللي كتكون سخونه غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، واكيد لحقاش المسمن ديال الشحمه ما كيبغيش يجي غليظ، ضروري ما تقرصوه حتى في المقله باش هكا ملي تهزوه ما يدي فورماش ليكم ويبقى هكاك غليظ، غادي يجيكم خايب ومدقس. هنا كما كتلاحظوا غادي نبقى نحرك يعني على هذا الشكل، يعني ما غاديش نخليه باش يتحرق، غادي نبقى نحرك 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 هكا حتى كيطيب بشكل تام. وخليكم معايا. كما كتشوفوا كيجيو من الداخل خاويين وغزالين، يعني وكيجي في المذاق زوين زوين. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبر. كما كتشوفوا الطبيله ديالي هي هذه، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاع اليوم، والى عجبكم علاش لا ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.